موضوعنا اليوم هو السكر في العينين، وحضرة بحضينا الدكتورة شايمة قنديل الشلي، طبيبة مختصة في أمراض وجراحة العيون. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تنجموا تطلبونا على 31 308 8000. دكتورة مرحبا بك بحضينا في إيفام. مرحبا بك، عايشك الله يخليك. دونك دكتورة، نعرفوا اللي احنا بادئا ببدء السكر كي يبدأ ماهوش معدل نجم يتسبب في برشا مضاعفات على الصحة العامة وعلى جسم الإنسان كله، مختلف الأعضاء فيه إيه سيختو، ممكن أكثر عضوي نجم يتضرر هو العين وشبكية متاع العين. يمكن في الأحصائيات قريب 60% منكم اللي كونسلتاسيون اللي يمشيوا لطبة العينين من الأمراض متاعهم هما السكر اللي ماهوش معدل. دونك احنا باش نحكيو اليوم على السكر في العينين. شنو هو السكر في العينين هذايا؟ كيفاش نعرفوا اللي عنا سكر في العينين؟ وهذو اللي أهم حاجة في الموضوع متاعنا اليوم، خاطر احنا جينيرالمون يمشيو كان في ستاد كومبليكي وقت يصيروا المضاعفات، وقتها هو يمشي. باش نحكيو برشا دونك على الوقاية. بيان سور ديما فما امل في الموضوع وامل في تفهم العلاجات الممكنه هذيك هي اللي باش نحكيو عليها. ما هي دخلنا نبداو توا نفسروا لهم شنو هو السكر في العينين. هو السكر هو مرض صامت، معناتها يؤدي الى تعكرات، سوف كو لا بيرسون معناتها اتانت راهي ما تفيقش بها الا في ستاد كومبليكي. دونك من الاول يمشي بشوي بشوي، ما نفيقوش، نفيقوا به كان بالفحص الدوري اللي هو اوبليغاتوار كل عام كي يبدا ما فماش اتانت، ومن بعد معناتها نداو نقربوا 6 شهور 3 شهور حسب الحاله. من الاول علاش هو يمس العينين سبيسيالمون؟ البدن الكل فيه شرايين، العين راهي مكونه من خلايا عصبيه وخاصه شبكيه العين من خلايا عصبيه وشرايين لي دو كومبوزون. دونك شنو باش يصير اذا كان السكر يعلى في الدم؟ راهو يمس شرايين العين اللي هما اجود ما فما في البدن الكل، شرايين العين وشرايين الكلى. دونك هذوما الاولانيين اللي يتمسوا في البدن. دونك شنو كيفاش نفيقوا به؟ هو الفحص الدوري. لازم لازم لازم، وهو بطبيعتهم اي واحد يمشي يعدي عند طبيب السكر يقول له لازم تتفقد عينيك. داكو، اذا بدا يتكلم السكر في العينين راهو بدا في لي كومبليكاسيون اللي هو راهو السكر يمس كل اجزاء العين. نبداو من الغده الدمعيه، من القناه الدمعيه، من الملتحمه، القرنيه، الماء في العين، ضغط العين. وإذا مس الشبكية هنا وصلنا معناتها لخطورة المضاعفات نتاع السكري. على خاطر هنا يولي الأمبيات لافيو، معناتها يولي يمس النظر نتاع البني آدم، خاصة إذا كان يولي يوصل يعمل نزيف ولا يعمل معناتها إذا مسها ولا عمل دم ماكولير معناتها مس المقلم تاع العين فيها نفاخ، راهو باش ينقص برشا في النظر. دونك سي وصلنا لستاد ان بو غراف. دكتوره قول القايل توا انا نعرف لي انا عندي سكر، والسكر نتاعي هذاك سي بون نعرف كيفاش نقيسه، والسكر نتاع العين هذا نتاعي شنو نحس انا في بدني؟ نقول لكم ريدا سكر باش انا نوصل نمشي للطبيب، علاش يلزمني نمشي للطبيب؟ شنو نحس؟ شنو يصير لي؟ وقتاش يمس السكر العينين ويحسوا المريض باش ينجم يمشي للطبيب؟ لا هو ما يلزمش يحسوا. اولا يلزم فحص دوري، معناتها يلزم من الاول اللي ما يعملش الفحص الدوري هما برشا، واحنا لازمنا ناكدوا عليها الحاجه هذه. صحيح، احنا لازمنا نبداو بالوقايه. راهو السكري في العين راهو فما حاجات نقيو بيه، معناتها اول حاجه ليكيليبر، معناتها يلزم يتريجل السكر، يلزم لي 3 ام، الماكله، الماء، والمخش، هذوما ثلاثه حاجات باش نقيوها السكر نتاع العين. باهي نفرضوا احنا انت ما فقتش وتعداو سنين وما عديتش وكل شيء، دونك لازم بعد فحص في العينين ينجم يجيك على خاطر نقص النظر نتاعو، ينجم يجيك على خاطر متقلق فما دمعه، فما حموره، فما ضغط عين طلع، فما معناتها ساعات يكون لابس عليه دانجو تو دانكو ينقص النظر، معناتها عمل ايموراجي ولا حاجه. دونك هذاك كيما قلت لك معناتها ماذا بينا ما نوصلوش للمراحل هذه المتطوره معناتها. اما احنا باش نحكيو عليهم المراحل المتطوره هذه على خاطر جينيرالمون هما هاك علاش يمشيو، وباش ماك تعرف ساعات الفجعان نتاع العباد ولا تخفيفهم شويه ما ساعات يبدا بينيفيك على خاطر وقتها يفيق ويلزمهم يمشيو يتفقدوا الطبيب نتاعهم. دونك نعاود نذكركم اللي موضوعنا اليوم هو السكر في العينين، وحاضره بحضينا الدكتوره شايمه قنديل الشلي، طبيبه مختصه في امراض وجراحه العيون.